ولكن قبل ما ندشن العدد انا حبيت اعلن عن حاجه مميزه ان شاء الله احنا الفعاليه بتاعتنا بتاعت ليديز انامول هتكون في شهر 11، وحبيت اعلن ان هيكون الكفر السنه دي على ليديز انامول العام الثالث. الفنانه سيما البلوش هي اللي هتكون موجوده معانا على الكفر السنه دي ان شاء الله. Magazine.